اسمي ايمن عيد عبد الوهاب. ايه المشكله عندكم؟ المشكله بتاعتي ان انا شغال في قنوات النيل المتخصصه في التلفزيون المصري من 6 سنين. تمام. من 2012 والى الان لم يتم توفيق اوضاعي. طبعا البلد مرت بظروف كتيره قوي كانت صعبه، رغم ان احنا لو كنا قمنا بوزاره واحده كنا خدنا حقوقنا، ومع ذلك التزمنا الصمت وقلنا اما البلد تقف على رجلها. فضلنا دلوقتي بدانا نتكلم مع الناس نطالب بحقوقنا، وابسط حقوقنا ان احنا يتم توفيق اوضاعنا بعمل عقود او تثبيتنا، خصوصا ان احنا بقالنا 6 سنين وعندنا اسر، واحنا 43 فرد ال 43 اسره عندنا اولاد وعندنا اسر ملزمين بيها، والى الان بيتم خصم ضرائب على الدخل مننا وما بيتمش دفع تامينات لينا، وخصوصا ان الفتره اللي فاتت في 5/8 اللي فات اتوفى مننا واحد من زمايلنا كان شغال كهربائي اسمه محمد شعبان، اتوفى في 5/8 اللي فات وملوش اي حقوق تماما، ولا في التامينات ولا في اي حاجه خالص، ولا في التامينات ولا في اي حاجه. احنا لينا حقوق في حاجه واحده، ان احنا ندفع الضرائب للبلد ونلتزم الصمت لغايه دلوقتي. ما اتكلمناش مع اي حد، اتكلمنا مع التنظيم والاداره، اتكلمنا مع الرقابه الاداريه، اتكلمنا مع رئاسه مجلس، اتكلمنا مع رؤساء القطاعات عندنا فوق، ما حدش ادانا عقد نافع ولا حد وافق ان هو يوفق وضعنا. كل اللي احنا بنطالب بيه عايزين وضعنا يتوفق. احنا انا واحد من مجموعه 43 فرد بنطالب بحقوقنا. كتير مننا متعرض للاصابات، متعرض في كتير مننا وقع من على شبكه اضاءه. كان ايه اللي بيحصل معايا؟ نعم، كان ايه اللي بيحصل معايا لما بيقع؟ بيصرف في العلاج من جيبه الشخصي ومحدش بيعمل له اي حاجه ولا حد. اكتر من مره طلعنا لناس المسؤوله عن القطاع عايزين يا جماعه توفق وضعنا، تامين صحي تامين اجتماعي، بناخد مسكنات ومحدش بيعمل لنا حاجه. من ضمن 43 فرد احنا بنطالب بس بتوفيق وضعنا الحالي، عشان احنا بقى لنا 6 سنين على الوضع اللي عند دوت، وطالبنا كتير ورحنا اشتكينا في رئاسه الوزراء، اشتكينا في الرقابه الاداريه، اشتكينا في تنظيم الادارة، ولغايه وقتنا هذا ما فيش حد رد علينا باي جواب. المشكله عندي مين عشان نلاقي لها حل؟ رحنا للجهات الامنيه كلها اللي هي مختصه بحالتنا، نقول ايه يا جماعه السبب اللي احنا مش عايزين يوفقوا اوضاعنا؟ ما حدش رد علينا اجابه واضحه. احنا دلوقتي بنطالب بحقوقنا، هل هيعوق علينا الضرر زي ما عاق علينا الضرر قبل كده لما جينا نطالب بحقوقنا؟ اما كنا بناخد 30 شيفت ب 2070 جنيه، النهارده بقينا ناخد 1400 جنيه، هل هنتأذي وهيمشونا بسبب الموضوع ده، بسبب ان احنا بنطالب حقنا زي ما اذونا قبل كده وقالوا لنا مش الشات بتاعتنا؟ من ساعه لما جينا قالوا لنا هيتم التعاقد معانا بعد 6 شهور، ولحد دلوقتي داخلين في السنه السابعه ومفيش اي يعني اي حاجه اتعملت. بالعكس احنا كنا بناخد 2000 جنيه، دلوقتي بقينا ناخد 1400 جنيه. والحاله الاقتصاديه بتاعت البلد زي ما حضراتكم عارفين انها ايه؟ يعني ال 1400 جنيه ما يصرفوش على طفل في المدرسه. متهانين ومتبهدلين في جميع الشغل، اي حاجه في الشغل بنعملها سواء المونيا سواء نجاره سواء كهرباء، اي حاجه احنا قايمين بيها على اجمل وجه. طب ما فيش مسؤول بيسمعكم وانتم شغالين؟ مفيش حد يسمعنا خالص ولا حد بيقول لنا اي حاجه، ومتهددين بكلمه اللي مش هيعمل هيمشي. مين اللي بيقول لك كده؟ اي حد في المبنى، اي حد نكلمه يقول لك اللي مش هيعمل كذا او اللي معترض على كذا الباب يفوت جمل. احنا نفسنا يتوفى حنا ويوفقوا لنا اوضاعنا. حضرتك احنا 43 شخص شغالين على 53 برنامج اسبوعيا، اي حد ينظر لنا برحمه وبعطف، لو ينظر الينا لو يوفق اوضاعنا مش عشاننا، عشان خاطر اولادنا، عشان خاطر مسؤوليتنا، عشان خاطر اللي ورانا، واي حد يكون رحيم. انا احسن من 6 سنين، كلنا بقى احسن من 6 سنين، حضرتك بنعاني الفتره اللي احنا فيها، بنعاني في غلا وفي الدنيا كلها بتغلى. حضرتك احنا مش مكفيين مواصلاتنا ولا اي حاجه، مش حد حاسس بينا ولا حد بص علينا ولا حد يبص لنا حتى، احنا حاسين ان احنا اقل ناس، احنا عايزين نكون بني ادمين، احنا كده مش بني ادمين. قانون الخدمه المدنيه لما دخل مجلس النواب الحكومه الزمت نفسها ان هي هتسبب جميع الاعمال المؤقته. لما القانون تم تمريره من مجلس النواب طلع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره قال ان احنا هنسبب جميع العماله المتعاقده. ازاي؟ بعد ما القانون اتمرد خلاص الكلام اتشال. بتطالب بيه حضرتك؟ بطالب ان احنا توفق وضعنا، توفق وضعنا، يبقى لنا تامينات زي ما بيتخصم مننا ضرائب على الدخل، يدفع لنا تامينات.